بوتيرة يومية يتكرر هذا المشهد، مشهد تحميل الشاحنات بالقابلوات الكهربائية التي تصنع هنا في شركة أوري العامة في مدينة الناصرية. هذه الشاحنة تنتهي رحلتها في مصفى بيجي، إذ تعاقدت وزارة النفط مع هذه الشركة لتجهيزها بآلاف الأطنان من منتجاتها. تعكس هذه الحركة في التجهيز نمواً في الإيرادات المتحققة هنا، إذ تجاوزت هذا العام 40 مليار دينار بواقع إنتاجي بلغ نحو 6000 طن من القابلوات الكهربائية ومقاطع الألمنيوم، وهو يمثل نمواً بنحو 250% عن إيرادات العام الماضي بحسب إدارة الشركة. أكيد هذا التطور وهذه الزيادة الناتجة بالمعدلات الإنتاج والمبيعات هي نتيجة التطور وسرعة الإنجاز وسرعة تنفيذ العقود التي تبرم مع وزارات الدولة. وتأتي تعاقدات الوزارات مع شركة أور ضمن استراتيجية دعم المنتوج المحلي التي ألزمت بها الحكومة وزاراتها الاتحادية، وتشكل الديون المترتبة بذمة الوزارات للشركة واحدة من أهم المشاكل الكبيرة. ترتب في ذمة وزارة الكهرباء فقط لغاية الآن ما يقارب أكثر من 30 مليار دينار، ووزارة النفط أيضا ترتبت بذمتهم ديون وصلت إلى أكثر من 2 مليار دينار، وأكيد هذه الديون وعدم دفعها في الأوقات المحددة هي تؤثر سلبا على إنتاج الشركة. وتضم شركة أور 13 مصنعا، 7 منها لصناعة القابلوات الكهربائية وستة أخرى لصناعة الألمنيوم، وهي واحدة من شركات التمويل الذاتي. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.